بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الناس اللي معانا والناس اللي بتسمعنا عبد الأسير. خلينا في البداية كده نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم الظاهرة والباطنة، أن الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، الحمد لله رب العالمين على نعمة رسول الله. احنا في مقر الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام رسول صلوا عليه. أنا عايزة بقى طول ما بقول المحاضرة تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في الهيئة كان مستهدفنا حقيقة في لجنة المرأة أستاذة رغد، أستاذة أسماء، أستاذة منى إن شاء الله تيجي. مستهدفنا الأساسي إن احنا نعرف أمة محمد من هو النبي عليه الصلاة والسلام. احنا لا ننتظر ابدا ان احنا نكون رد فعل لاي اساءة او نكون رد فعل لمجرد تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا مش هننتظر كده. انا لما وجهت الدعوة لكل امرأة وكل زوجة تيجي النهاردة او ان شاء الله الفيديو هيتنشر لكل ام وكل جدة وكل زوجة وكل بنت حتى لسه ما تزوجتش، وصيتك تربية الأولاد على حب النبي عليه الصلاة والسلام. لما بنيجي نتكلم ونقول احنا عايزين أمة محمدية، عايزين أمة ربانية، عايزين أمة يبقى الشاب فيها والبنت فيها صغارا وكبارا لا ينتظروا الرقابة، أصل بابا موجود فأنا هضطر ألتزم، أصل ماما موجودة فأنا عليا منها رقيب. لا، احنا عاوزين كده أفضل عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين يبقى التربية ذات نفسها التربية الذاتية. كان أمة قانتة. مين سيدنا إبراهيم؟ لوحده، هو لوحده أمة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فأنا عايزة كل طفل وكل أم بتربي على الأمر والنهج ده، النهج النبوي الصحيح. من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يلا مين يقول لي من هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولي لي لا قولي له حاجة. هو كريم، هو الكريم. قولي لي موقف، حد يقول لي موقف كريم، ايه الدليل على كرم النبي عليه الصلاه والسلام؟ السلام عليكم. الله عليكي، الله عليكي، اللي حضر معانا ياخد جايزه، هاتوا لنا بديل من الشنطه بقى يا جماعه. هاتوا لنا بديل من الشنطه، هتلاقي جوايز هنا كده. هو الكريم صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله. اعلم انا اولادي، انا النهارده مش تلفزيون هتقعدوا تسمعوا تشاركوا معايا. لما اجي الحاجه ايه اسمك؟ الحاجه ايه؟ الله الله، رجع رجعين لله بالحق، المؤمن رجاع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع للحق. لما انا اغرس خلق الكرم في اولادي اقول لهم ايه؟ لما انا اعلم اولادي كرم النبي صلى الله عليه وسلم احكي لهم ايه؟ احكي لهم كان اجود من الريح المرسله. فين صلى الله عليه وسلم؟ في رمضان، وكان اللي يسال يقول لك لو قال على فرس كان لا يرد سائله. اما اجي اغرس الكرم في قلب اولادي واقول لهم من الصغر سن كام بنبتدي؟ والله والله من اول عينه ست شهور ما بتبتدي تلاحي، يعني من ست شهور هتتلاقي لما تعملي كده وكده الطفل من اول عينه ما تبقى تلاحق الام. وانا اعلمه هذه لك وهذه لاخوك، يتعلم العطاء، وبعد العطاء نقسم كل حاجه بالنص، ادي الكرم، وبعد كده نعتل الاخرين. اخده معايا سن ثلاث سنين ياخده الاب معاه المسجد يوم الجمعه ويرى الاب يتصدق، يرى الاب يعطي، ده الكرم. عود دايما ان احنا معاك، ده لك وده لاخوك المسلم، مش شرط اخوك في الدم والرحم، ده لاخوك المسلم. انا نفسي صراحه ان يبقى التطبيق، احنا بنحب النبي، يا كلمني تقول لك يا نفسي اشوف النبي بقى واروح للقبر بقى واروح للروضه الشريفه واروح اشوف النبي صلى عليه، طول ما بتكلم صلى عليه. وياتي بعد هذا الشوق الجارف والحب الجارف للنبي عليه السلام تطلع أمة لا تفقه شيء عن سنة النبي عليه السلام. أما نيجي نجيب عيل 10 سنين يا ابن حبيبي تعرف ويجز؟ يقول لك تعرف معرفش مين على التيك توك؟ يقول لك تعرف اليوتيوبر الفلاني؟ يقول لك طيب تعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي بيقوله لما نطلع سلالم ولا ننزل سلالم؟ شكرا. حد عارف إيه بنطلع نقول إيه لما بنطلع السلم وننزل السلم؟ تعال 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 تعال. أنت اسمك إيه؟ محمد. انت جاي هتنشد النهارده يا محمد؟ ان شاء الله عليك. قول. واحنا طالعين نقول الله اكبر، واحنا نازلين نقول سبحان الله. الله اكبر. انا عايزه سقفه كبيره. اللهم بارك فيك وفي والديك، اللهم امين. خد لك جايزه من الكيسه الصفراء بتاعت الشباب، ده النساء وده الشباب. ايوه
يا عم استاذه اسماء هتجيب لك اهو. ايوه لا ده احنا معانا كتير قوي النهارده. فكون ان يبقى عندي نشء يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قصه او سمت او خلق احنا كسبنا. لا هتقولي لي انا محتاجه اغير الوعي الجمعي العالمي او الوعي الجمعي المجتمعي اللي موجود في قلب الناس علشان مثلا ايه، اصل هو ده اللبس، اصل هو ده الاصول، اصل لا لا، اصل انت مش عارفه احنا في اوروبا فلازم نعمل. مين اللي لازم ينوبك ثواب بقى؟ يعني مين قال ان ده لازم؟ لا اصل الدنيا كلها بتعمل كده، احنا مش زي الدنيا، احنا امه محمديه، احنا مش زي البشر بنمشي تابعين، احنا قاده. وتعلمي اولادك ان هم يبقوا قاده، وتعلمي بناتك ان هم يبقوا سيدات بعفتها وحجابها وحيائها واسلامها. ده بيغرس من سن كام؟ والله قلنا من سن 3 سنين، ويبقى شايف. ومن قبل سن 3 سنين انا بعلم، لما بينطق سنه كلمتين او سنتين ينطق جمله من 3 كلمات انا بعلمه الكلام ده. لما اجي اعلم خلق يشوف النبي القدوه، الام القدوه. ليه بركز على الام؟ اصلهم بيزعلوا الحريم مني من الكلام ده، مش عارفه ليه. ليه بركز على الام؟ لان انت اول 12 سنه عندي هو مش شايف الا ماما. صحيح الاب معاه يوم الجمعه، الاب معاه ما اعرفش خارج فين، لكن على قبل حتى المراهقه المبكره سن 11 سنه مثلا، لو عنده مراهقه مبكره لحد 11 سنه 12 سنه انت العنوان، انت الرمزيه عنده. فلما تبقي انت قدوه، والله احنا اللي بنتربى، احنا بنقول كده، احنا في التربيه الامهات اللي بنتربى. فعلشان ابقى انا السمت وانا القدوه للطفل ده وللشاب ده وللقائد ده. كان في زمان عاملين زي نقد، مش نقد يعني، لا يعني مع الحاجات الايجابيه، في فيلم اجنبي لولد كان متعثر في القراءه، فضلت امه تقول له انت تستطيع، انت هتقدر، ده انت هتبقى دكتور زي الفل، وهي كانت لا تقرا ولا تكتب، تعرفش، وتوهمه انا هسمعك اهو انت بتقول، قول يقول يلا اتكلم قول، وهي ما تعرفش لا تقرا ولا تكتب. الولد بقى طبيب، قالت له بس كتاب في الاسبوع تقراه، بقى طبيب تخصص حاجه يعني دقيقه جدا في جراحه المخ والاعصاب. الام، احنا مش عايزين تفوق الدنيا، وده الخطا اللي احنا بنقع فيه كامهات. انت ذاكرت فنجحت فبقيت شاطر فده انجاز، برافو، غلط. ولو انجز الطفل في امر عقائدي او عباده لا يتعمل له الهيصه والزمبليطه بتاعت اللي بنعملها على الامور الدنيويه، مع ان الاصل هي قدرات. ممكن يكون واحد مش شاطر في الرياضه ولا شاطر في علوم، لكن يحب الله عز وجل ورسوله، مواظب على صلاه الفجر. مين هنا مواظب على صلاه الفجر؟ الله الله، ده انا ههريكوا جوائز النهارده، ههريكوا جوائز النهارده. ولكن مواظب على صلاه الفجر، او لما بتيجي تقولي له على طاعه بيسمعها، ده الانجاز يا أمة رسول الله، ده الإنجاز الحقيقي. كله هياخد، كله إذا حضر القسمة بقى كله هياخد. فلما نيجي نقول إن معيار الإنجاز اللي إحنا بنعمله لأولادنا، ودي من التربية الخاطئة، معيار دنيوي مادي بحت خطأ. إحنا ملناش دعوة بالنظام العالمي، إحنا أمة رسول الله، نظام خاص بينا. الله عز وجل وضع لنا بفضل الله تعالى منهج، يقول لك في الامور الثانيه الحمد لله احنا عارفين نمشي ازاي. لو حودنا كده الدين يقول لنا كده، حودنا كده النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك حتى دعاء دخول الخلاء، حتى دعاء جماع الراجل مع زوج ما سابش، ديننا ما سابش حاجه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيش حاجه في ديننا متساب. اجي اخد منهجيه التربيه ومنهجيه التعامل، لا اصل دي بقى العلوم الحديثه، واصل ملناش دعوه احنا. العالم بيحضر او بيقدر الانجاز المادي او النجاح في الدنيا، وماله، اعمل دنياك كانك تعيش ابدا، ما قلناش وماله تفوق في الدنيا. لكن معيار انجازك الحقيقي الطرحه الجميله والحجاب التحفه اللي انت لابساه، معيار انجازك الحقيقي انك بتصلي، معيار انجازك الحقيقي انك بتحب النبي عليه الصلاه والسلام وحافظ عنه حديث، ده اللي احنا نتكلمه فيه. لكن اجي احط معيارات واهيه، يعني ايه وعي عالمي يا جماعه؟ يعني زي مثلا وانا قاعده كده، حتى انا بوظ الكاميرات دلوقتي، وانا قاعده كده اقوم جايه اقول إيه؟ اللهم صل على محمد، نقف. فبعدين رغد عملت زي اللهم صل على محمد فوقفت، وبعدين جت اسماء واحنا قاعدين اللهم صل على محمد، ها
فالناس اللي هيجوا اللهم صل على محمد هيقفوا. عملوا ايه؟ وعملوا التجربه دي فعلا. اقعدوا بقى شباب، ركب ركب. اما يجي الناس اللي جايه ما شافتش، اول حد اخترع الامر ده هتيجي تعمل، ونجحت التجربه. انت بتقلد عميان اللي موجود ده، لازم الطرحه تكون مرفوعه، والمخنوقه والمشنوقه والمزنوقه. مين اللي قال كده؟ لا اصل لازم، واحنا بنروح مش عارفه نعمل بالشكل الفلاني. مين اللي قال ده؟ مش نهج النبي عليه الصلاه والسلام، عمره ما كان النهج. النهج معروف، وعليك دور كأم انك تعرفي النبي قال ايه وعمل ايه، ونهجه في التعامل كان ازاي مع الاولاد. كان نهجه في التعامل، استاذنكم الصوت بس، حد نهجه في التعامل مثلا مع الزوجه، كان طبعا برنس البرانيس، يعني ما شفناش راجل بيتعامل مع زوجته بالحب ده بقى والرومانسيه ديت والتعامل الطيب الراقي ويدافع عنها، ما شفناش كده. يعني انقرضت هذه الكائنات في هذا الكوكب. مش يعني الا قليلا، الا ما رحم ربي يعني. لكن ان انا اجي اضيع عشان بعمل وعي عالمي خاص من سنه 2000، بنكلم من جيل الالفيه الجديد. ونيجي نكلمه نقول لك ايه ده، معقول ما كانش فيه موبايلات؟ اه والله يا جماعه ما كانش فيه موبايلات. كنتوا بتقابلوا الناس ازاي؟ يعني بتقولوا لهم ايه؟ نقول لهم نفضل واقفين بالنص ساعه لحد ما يجوا، اللي اتاخر يتبهدل. يعني طب ومفيش جي بي اس؟ العيال مش مستوعبين حاجه زي كده. مش طب التليفونات الارضيه، ايه اللي في الشارع ده؟ كان تليفون بعمله والله. ياه. فابتدى يتعمل وعي معين بشكل معين. ايه شفت الروبوتات؟ امشوا يمين، امشوا شمال، امشوا اعملوا كده طوالي، هو زي الانسان الالي. ونسينا نهج النبي عليه الصلاه والسلام في الرحمه، في الكرم، في التعاون، في الاخاء، في مش بس كده، مش بس اخاء وتعاون، ده حتى في التسامح يا مؤمنين. لما يجي واحد متخانق مع واحد ويجي التاني ايه يعتذر، له لا عذرك مش مقبول. يا ابني ده من اعتذر الي اخاه، التمس لاخيك 70 عذر. طيب المؤمن هين لين سهل، المؤمن هين لين سهل، رجاع للحق دايما. فطبعا كل الكلام ده مش حافظينه عيالنا، لا وكذا والنديه، وتيجي بقى تطلع النسويه كمان، يعني طالعين بقى في الدور مقدر جديد، تطلع النسويه العالميه بتتكلم فيه، انتوا تعملوا وانت كذا وانا راسي براسه، ولو ما عملت هوديكوا القوانين في صفي وهبهدلك وهاخد منك. فين المودة وفين الرحمة وفين مجتمع المدينة الفاضلة، مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم الصحابة دول صحيح هم كانوا متميزين، يعني ممكن ذلك، ولكن قلوبهم لمست فطرة. انت ينفع تعملي كده في بيتك؟ انت ينفع تعملي كده؟ صدقوني انا ما تصدقوش اي حاجة تانية، ما تصدقوش الناس اللي بتتكلم وتيجي تقول ايه، لا اصل احنا إيه كان زمان بقى، كان زمان بقى دكتوره هلا الكلام ده، دول صحابه، ودول صحابه بقى، وما احنا زيهم. مين قال ده؟ الواحد منا ب70 منهم. قالوا يا رسول الله الواحد منا ب70 منهم؟ قال لا، الواحد منا اللي هم احنا الجيل ده العصر اللي ما شافش النبي عليه السلام ده ب70 منكم. قالوا ولما وبما؟ بما الكلام ده ليه؟ قال لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. بالله عليكي كده اما تيجي تعملي حاجه صالحه ولا تعملي قطعه جديده، بتلاقي حد، ده انت 100 حد يكسلك، و100 حد يحط فيكي ما اعرفش ايه، و100 حد يجي يقول لك لا ما تسوي، صح ولا لا؟ طيب والموضه والدنيا وايه اللي انت عاملاه وايه اللي انت وايه اللي مره سؤال ايه الخيمه اللي انت لابساها دي؟ قلت لهم خيمه، الله بكره اقابلك يوم القيامه. فالاصل ان احنا متمسكين بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، الاصل ان احنا نغرس حب النبي عليه الصلاه والسلام في اولادنا. يوم غزوه احد لما سيدنا مين؟ سيدنا بلال واقف في الصف، فلقى طفل جنبه كده معاذ ومعوذ، وطفل جنبه كده دون السبع سنين. قال له رايح فين؟ قال له حدثتني امي. الله الله، عايزين الامهات الجميله دي. فين الام دلوقتي اللي غرس حب كل يوم قصه عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ شفنا الطفل الجميل كان عنده 4 سنين وكان بيبكي في جلسه تحفيظ القران. بتبكي ليه؟ ما كنتش عارف ان النبي مات، ما كانش عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم. يحكوا له القصص وفوجئ في القعده، قالوا له ده الرسول مات، ما كانش مصدق. احنا عايزينكم انتوا تطلعوا على حب النبي عليه الصلاه والسلام قولا
وفعلا وعملا وفكرا وروحا ولسانا احنا نبقى امه محمد. مش كانوا اليهود بيعايروه يقولوا له محمد مات مات ما خلف الا بنات؟ احنا بنات النبي، قولوا كده، احنا بنات النبي عليه الصلاه والسلام، واولادنا هم اولاد النبي عليه الصلاه والسلام. في ايه؟ بالافعال، بالافعال، بالقدوه. ايوه، من الام، وبافعالك انت كام وكزوجه. لما يشوف الابن او البنت الام بتعمل كده تلقائي، اما اللي عندها صبيان وبتيجي تصلي تقول لك ايه، اجي احط الاسدال، فابو 3 سنين يحط الاسدال ويقف جنبها. الام، الام، اوعي تطلعوا وتسمعوا كلام الحيزبونات بتوع الايام دي، وانتي ونديه والراجل وتبقي مش عارفه، اوعي الكلام ده. اهم حاجه وانا احب دايما اكرر عليها ان انت قامت البيت، انت عموده. الاب السقف والارض والجدران والارضيه، وبرده حته في العمود من فوق عشان ما نقدرش نتكلم، لكن انت، ايوه انت، الكلمه اللي طالعه منك، اللي طالع من قلبك. لما اجي ابن في سن 7 سنين ويجي يقول يا امي ضعي سندوتشات زياده 12 واحد، يا ابني 12 واحد ليه يا ابني؟ انت هتاكل 12 سندوتش؟ يقول لك لا، علشان اخواتنا في دار الايتام جايين لنا زياره في كذا وكذا. من وضع هذا الامر؟ لما يجي طفل 8 سنين ويقعد يبكي ليله كامله، انا هو ميعاد القيام جه، حسب القيام على صلاه التهجد مثلا الثلث الاخير من الليل، وعايز ينام عشان المدرسه، يبكي. تبكي ليه يا ابني؟ قول لها علشان خاطر، قول لامه كده، انا هدعي ربنا في صلاه القيام لان عارف صلاه القيام الدعاء فيها مستجاب، فانا هدعي ربنا سبحانه وتعالى في صلاه القيام ان يدخل كل الناس الجنه، علشان انا بحب ربنا وربنا ده طيب، فانا اقول له يا رب يا طيب دخل الناس كلها الجنه. 8 سنوات يقول لامه كده. ابنك متميز في ايه؟ بنتك تعلم ايه؟ ماشيه على الهوا، تقول لك والله كويسه يا اختي والله، وكان يا ابني ده يفتح المسجد ويأذن ويعمل، وجه بعد كده في اول ما بقى يتعلم يقول كلمه لا 15 16 انس لن اعيش في جلباب ابي وامي، شكرا مع السلامه، مش عايزكم. ليه؟ الحب ما كانش في القلب، كان عشان بابا وماما بس، لكن انا عايزين نربطهم من سن 3 و4 و5 بحب النبي عليه الصلاه والسلام. عايزين نربطهم بافعال النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر كان لما يجي يمشي كده يلاقي شجره بالدبه بتاعته فيحود كده عليها ويرجع يمشي تاني، فيقولوا بتعمل ليه كده؟ ما تمشي طوال. قال لهم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فانا بفعل ذلك. بس مجرد يلف، كان بيلف حوالين الشجره وانا كمان هلف في نفس الطريق. حب النبي عليه الصلاه والسلام. في غزوه تبوك، لما مين الصحابي؟ كعب ابي، وكان كعب وكعب ابن مالك ولا ابي ابن كعب؟ ثلاثه اللي خلفوا مين؟ كعب، سيدنا كعب. لما راح لابن عمه وتصور عليه، لما اتخاصم 55 يوم الامه ما بتقولوش السلام عليكم، حتى يروح لمسجد النبي عليه الصلاه والسلام فيقول سلام عليكم، كنت اتحسس شفتي النبي بترد عليا السلام ولا لا. فلما ضاقت عليه الارض بما رحبت تصور الجدار، يعني طلع على جدار الحديقه بتاع بيت ابن عمه، قال له ناشدتك الله والرحم، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال له ناشدتك الله والرحم، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ بكى، قال له الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. لموا حب النبي في قلوبهم. لما تيجي ام ايمن في غزوه احد تفدي النبي بكتفها، وتفدي النبي بكتفها، وبعدين تتعلق الكتف في جلده، تقوم جايه دايسه عليها وراحت تقول التفت على يميني الاقي، التفت على يساري الاقي كتف. حب النبي عليه الصلاه والسلام. نحري دون نحرك يا رسول الله، فان فاتنا شرف الهجره معاه وان احنا ننصره معاه، ما يفوتناش الشرف دلوقتي ان احنا بنحيي سنه النبي عليه الصلاه. اوعى حد يساومك على حجابك، اوعى حد يساومك على صلاتك واسلامك، اوعى حد يقول لك خد ان شاء الله ملايين الدنيا ومراكز الدنيا. هو النبي عليه السلام. وبكره نفتكر الكلام ده. كم لبستم؟ ساعه، يوم او بعد يوم، اسال العادين، ما احناش عارفين، احنا عارفين مش فاكرين، ولا 100 سنه وال60 سنه راحوا، ما يبقى الا فعلك للدين والاسلام وحبك لربنا سبحانه، هو ده اللي باقي. ونيجي نسلم على الناس بقى اللي كانوا اذا مروا بهم يتغمزون واللي عدينا عليهم يضحكوا، بس
لما احكي لكم موقف لبنت دايما اذكر الموقف ده. البنت ديت غير محجبه تماما، يعني غير محجبه، ففوق غير الحجاب، يعني لابسه نص كم، يعني اقل من كده كمان، اكتر من كده، يعني تكاد تكون حاجات بسيطه اللي مغطيه جسدها، وفي مكان سياحي لا يدخله الا جنسيه معينه من السياح فقط. وقابلتها وبتاع وكده، قلت لها يعني ده، قالت لي انا بحب ربنا غصب عنك، بتكلمها عن الله عز وجل، فلقيتها بتقولي انا بحب ربنا غصب عني، ومالكيش دعوه بيني وما بين ربنا، ومحدش يتدخل بيني وما بينه. قلت لها طيب انا عشان ما تجيش في تعلقي في رقبتي يوم القيامه، هات يا ست راسك، ابص اهو، بس واحد اتنين تلاته، ما انا ما اقدرش اسيبها، عامل ايه بس؟ قابلتها يمكن بعد حوالي 11 سنه من الموقف ده، لابسه محجبه، بس ايه يعني ايه، برضو حجاب ايه، ما اهو بس غطت بقى الدنيا وكده. وكان معايا محمد ابني، لسه راح الصيدليه في المكان ده كمان، كان بازار سياحي يعني، وبشتري له حفاضات. فهي تبص لي وتبص لي، وبعدين جت، انت مش فاكراني؟ مش فاكراك مين؟ قالت لي انا اللي انت قلتي عليا انك سايبه لحمك للناس يتفرجوا عليه. انا قلت فعلا كده، قلت لها مش هديت حاجه، قالت لي ايوه وكذا، مش انا قلت لك انا بحب ربنا، عايزين نبقى باسلوبنا ودعوتنا وكلامنا وافعالنا جاذبين للناس واولادك. بص انا ما بقولكيش اطلعي اعملي دعوه بره وكلمي، مع اني لو شفت حاجه غيريها ماشي بلساني، لكن انا عايزاكي جوه بيتك، انا عايزاكي جوه بيتك وجوه اولادك. انا امشي انت كده، فين ام احمد اهي، فين اسماء، وفين رغد، عيالهم اهو، وريني فين عيال. مدى تعلقهم بالسنه، مدى تعلقهم بكتاب الله، يعرفوا ايه؟ يعرف مجموعه من الشباب، خدهم شاب في جامعه كان لسه داخل اولى جامعه، خلص ثانويه عامه، خد الشباب الصغيرين دولت فقط اسماء الله الحسنى. احنا عندنا التوحيد، توحيد الوهيه وربوبيه، وتوحيد الاسماء والصفات، خد توحيد الاسماء والصفات. الاولاد حافظين المتن، المتن شعر معرفش بتاع كمان الف بيت، حافظين المتن اكتر من اساميهم. وجم الشباب بقى يعني خلاص كبروا بقى، اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي، واخدهم هم صغيرين، وجي يحصل لا يجوز تشبه، ما ينفعش نقول يد لا، لا نوصف ولا بايه، بايه، بحبهم للنبي عليه الصلاه والسلام وحبهم في الطريق. احنا عايزين اولادنا كده، ما بقولكيش اطلعي بره، لا انا بقولك خليكي في الحصن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. احنا عايزين ده، مش عايزة اطول عليكم عشان نفس خليكم هلا خلاص. لكن في الاول وفي الاخر مستهدف الهيئة العالمية لنصرة نبي الاسلام الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الترسيخ معاني السنة النبوية وترسيخ الاحاديث. لسه ما شاء الله كانوا عاملين كتيب الاربعين نووية ومترجم كذا لغة، بس لو حفظنا 40 حديث حشرة في زمرة العلماء اللي بيحفظ 40 حديث. فاللهم بارك، ومجهودات كتيرة، مجهودات كتيرة. فاحنا من المنطلق ده كلجنة المرأة بندعو كل امرأة بنت، ما تقوليش لسه انا ما اتجوزتش، لا، بنت او زوجة او ام ربنا اكرمك، مش بس الدفاع، احنا مش عايزين الدفاع عن النبي، لا، الله إنا كفيناك، احنا عايزين غرس حب الرسول في قلوب الاولاد. كل يوم قولي لك قصة عن النبي، كل يوم قولي، انت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلعب، عارفين الحصان اللي بيمشي كده على الحسن والحسين ويركبوا عليه؟ عارف النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة مسك واحد اسمه عمير مات العصفور بتاعه، قال له ايه وبتاع، وتعالى احكي لي ايه العصفور جراله، وقعد معاه. عارف النبي عليه الصلاة والسلام نهر رجل صحابي وقال له انت مالك قاسك، قال له لا اقبل اولاد، قال له اعمل لك ايه، وقد نزع الله الرحمة من قلبي. نتعلم ونحبب الـ 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 الاولاد في النبي عليه السلام بالافعال صدقا. احسن طلع لي خزعبلات دلوقتي، لسه شايفه فيديو، مش عايزين نتكلم، بس واحد منسوب لجهه شرعيه معينه جاي يقول لهم انا، وما شافوش النبي، بس انا بقول لهم اللي جاب لك الايباد ده النبي، انا بقول لك اللي جاب لك اللعبه بتاعت البابجي دي النبي عليه. ايه يا عم
حببوا الأولاد في رسول الله بالقصص الحقيقية الواقعية من الغزوات والسيرة، يطلعوا قادة. مش احنا هنعمل زي اللي مش انا بقول لكم علم جاي من بره، لا، احنا نحبب ازواجنا وزوجاتنا واولادنا في النبي عليه الصلاه والسلام، بفعل بس النبي عليه الصلاه والسلام، برحمه النبي عليه الصلاه والسلام. اللي جه مسك النبي من تلابيبه كده ومسكه من هنا كده وقال له اعطيني المال دوت، لا هو مش مالك ولا مال ابيك. سيدنا عمر طلع السيف، هاتولي بقى، هاتولي اللي بيتكلم ده. قال له بس يا هو فعلا ليس مالي ولا مال، تعال عطاه. رضيت؟ لا، كمان خد من بيت مال المسلمين. رضيت؟ لا. رضيت؟ قال له اه رضيت. خد اللي هو عايزه. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الجمال عليه، صلوا عليه. قال له بس اصحابي شافوا ان انت يعني تغلصت معايا في الكلام، اطلع بس ايه وقول ان انا. قال له كان اعرابي، وطلع وقال عشان نعلق للناس المشاني، احنا المعاملة الحسنة الكلمة الطيبة، لكن احنا ما شاء الله علينا دبش. تقول لك ايه ولا مش بقوله صح؟ بص الزوج ده، انت يا راجل، انت يا ابو العيال، عليك وعليك وانت كذا وانا صح وانت صح، كلامك صح بس الاسلوب غلط، مفيش تلطف في الكلام. تروحي تكلم اولادها والاولاد وصوت الام جعوره وغوريلا في البيت، عامله ايه؟ تقول لك العيال بس مش نهايه العالم يعني. انا بالراحه بالراحه، وخليكي واحده ست ينوبك ثواب. عايزين نرجع لانوثتنا ونرجع ستات تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير ان شاء الله. عندنا امسيه النهارده من 7 ل 9 احتفال بالذكرى السنويه لنشاه الهيئه العالميه لنصره نبي الاسلام، اللي هيبقى موجود يعني يتوكل على الله ويجي لنا ان شاء الله. مش عارفه في قاعه ايه هيعلنوا عنها، من 7 ل 9. واللي مش هيبقى موجود يتابعنا على اللايف باذن الله، واللي ما جاش لسه المعرض يجي. ألقاكم على خير وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.